عن المشهد الإقليمي بشكل عام وعن المشهد في غزة بشكل خاص. هنتكلم بشكل أكثر تفصيلا، وينضم إلينا عبر زوم من كاليفورنيا دكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ليست الجلسة الأولى لمجلس الأمن فيما يتعلق بمتابعة الأوضاع الكارثية على الأرض في قطاع غزة وما يرتكب في حق المدنيين، ولكن ما تم من استهداف لمدرسة التابعين وعدد الشهداء والمصابين كان مشهدا أيضا كارثيا يضاف إلى جرائم الاحتلال. هذه الجلسة برأيك دكتور أشرف هل يمكن أن تغير شيء عن سابقتها؟ هل يمكن أن تضع حد لهذا الشكل تحديدا من الجرائم الإنسانية؟ وطبعا يعني بدعوة من الجزائر الدولة العربية الشقيقة لعقد جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء. طبعا يعني التخاذل الدولي طبعا هو عنوان ما يحدث من استشهاد للفلسطينيين وتلكؤ أمريكي وأوروبي، ويعني المجتمع الدولي للأسف يبدو أنه غير قادر على فعل لإيقاف هذا الاعتداء. يعني عدد الشهداء 40,000 والمصابين وصلوا إلى 90,000، يعني نتكلم على أن كل واحد من الإسرائيليين يقابله الآن 110 مستشهد وجريح من أهل غزة. هذا رقم يعني يخيف الإنسانية. نعم. يعني النهاردة بوريل الاتحاد الأوروبي بيتكلم في أنه يجب إيقاع أو توقيع العقوبات على سموتريش وبن غفير اللي هم الطرفين المشكلين والضامنين لحكومة نتنياهو. يعني تحالف الإجرام بما تحمل هذه الكلمة من معنى. يعني إلى أي مدى سيظل المجتمع الدولي صامتاً أمام يعني هذا القتل المبرح والألم الشديد لأهل فلسطين وأهل غزة؟ الحق الفلسطيني قائم بصمود الشعب الفلسطيني، وأيضا قائم بتمسك جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين. مصر بتدافع عن شعب فلسطين، بتدافع عن أهل غزة. صحيح. مصر شريك وليس وسيط للدفاع عن أهل فلسطين. الألم الذي يقع على الفلسطينيين مصر هي التي تتدخل وتتحدث وتحرك أدواتها لعمل المستحيل في مجتمع دولي صامت تحاول أن تغير من قناعاتهم بأنهم يعني enough is enough، يجب أن نوقف هذا الأمر وهذا القتل المتزايد. ويبدو أن نتنياهو وفريق الحرب يبدو أنهم عازمين على قتل أكبر قدر من الفلسطينيين في ظل التلكؤ الأمريكي والتلكؤ الدولي. أريد أن أقف معك دكتور أشرف في هذه النقطة تحديدا. يعني هناك إهمال وعجز وصمت للمجتمع الدولي، وأيضا يعني موقف غريب من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الأزمة، دائما تتحدث عن أهمية توقف إطلاق النار ولكن لا تقدم أي شيء لحدوث ذلك على أرض الواقع. إسرائيل وافقت على استئناف محادثات الهدنة من جديد في 15 من أغسطس القادم، ولكن في المقابل تحاول كسب أو تحقيق بعض المكاسب السياسية وتكثيف القصف الغاشم والوحشي خلال هذه الأيام. ما الذي تسعى إليه وما هو المتوقع من هذه المحادثات؟ يعني استهداف إسرائيل دولة الاحتلال المواطنين العزل الأبرياء كمدرسة العلم، مدرسة التابعين، والاعتداء المباشر على يعني النازحين الهاربين من القصف، وإذ يطالهم القصف داخل المدرسة بكل وحشية. يعني أنا في تصوري أن نتنياهو هو عاقد العزم وفريق الحرب الظالم على إيقاف المفاوضات. يعني استهداف الفلسطينيين داخليا وخارجيا. يعني المفاوض الذي كان يفاوض مع الإسرائيليين، مع الولايات المتحدة، مع قطر، يعني هناك أصابع اتهام حول استهداف إسماعيل هنية في إيران. يبدو أن إسرائيل
حتى لو اتكلمنا عن الداخل، هجومها على الفلسطينيين بهذا التوحش معناه انه لا يعطي يعني اي خطوه للامام، وبالتالي انت تحتاج لمن يعقد الصفقات ومن يتفق على اخراج المحتجزين. يبدو ان نتنياهو غير مهتم بالمحتجزين الاسرائيليين وعقد العزم على قتل اكبر قدر ممكن من الفلسطينيين. هذه ليست اداره دوله، هذه اداره عصابيه لقتل الناس الابرياء، هذه ليست مفاوضات. والاستنجاد بالامريكيين وتحريك حاملات الطائرات والغواصات لتوقع ضربه ايرانيه او رد فعل ايراني، ويبدو ان المشهد اصبح ايرانيا اسرائيليا، والاهل في فلسطين وفي غزه هم الذي يدفعون الثمن الان. يعني مصر بتتحرك على الشعب الفلسطيني، انا مصر مش مشغولة غير بفلسطين، غير صحيح. بأهل فلسطين. ودكتور أشرف، في بيان الخارجية المصرية فيما يتعلق باستهداف وقصف مدرسة التابعين كان به تأكيد على أن جمهورية مصر العربية ستستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية للتوصل لوقف إطلاق النار ولضمان نفاذ المساعدات، ومع هذا التعقيد وعدم وجود نية كالمعتاد لدى إسرائيل للتهدئة ووقف إطلاق النار، أهمية الدور المصري الآن صعوبة كل هذه المستجدات في تحقيق هذا الهدف. مصر بتواجه تحدي كبير، ولكنها قادرة بدبلوماسيتها وبإدارة أزمتها وبتوجيه مباشر من الرئيس السيسي على أن تقدم موقفا واضحا ثابتا بدعم الشعب الفلسطيني وضرورة إنفاذ المساعدات. صوت مصر لن يخف ولن تتأخر مصر في أن تقدم كل ما لديها من أدوات في السياسة الخارجية لشحذ الأوروبيين والأمريكيين ودفعهم على ضرورة الضغط على المقتل أن يوقف هذا الإجرام. الشعب الفلسطيني بيدفع ثمن كبير لكل هذا الإجرام الذي يقدمه نتنياهو فيستمر في الحكم ولا يتعرض للسجن، وبهذا التحالف المقيت مع سموتريش وبن غفير تحالف الإرهاب بأن يقتلوا الأبرياء. ومصر لن تتأخر ولن تتأخر بأن تقدم كل الغالي والنفيس لدعم أهل فلسطين وأهل غزة، وطالما مصر بموقفها العروبي الواضح ورئيسها لن تتأخر مصر في أن تستمر في الضغط، لأن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك، يجب أن يستجيب لصوت العقل الذي هذا ما ننتظره. يعني دكتور أشرف، اليوم يمكن يكون في تغييرات في جلسة اليوم في المجلس في مجلس الأمن، وقد يكون هناك تغييرات لعل يعني هذه التغييرات تطرأ خلال وقت قريب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، على كل هذه التفاصيل.